افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فعاليات دورة الإعلام الديني والتحديات المعاصرة بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور محافظ جنوب سيناء خالد فودة ونخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين. أوضح وزير الأوقاف أن الندوة هي إحدى فعاليات استراتيجية بناء الوعي بين الوزارة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيما أشاد كرم جبر بعملية التنمية التي تشهدها مصر مؤخراً، مؤكدا أنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي شهدت تنمية إيجابية في فترة جائحة كورونا. بينما أكد محافظ جنوب سيناء أن سيناء أصبحت رمزا للسياح من كل الأديان. أطلقنا عام 2021 عام الوعي المستنير. هذه الندوة لها خصوصية إنها بتجمع ما بين الأئمة المتميزين، الواعظات المتميزات، شباب الإعلاميين من مراسلي الصحف في الصفحات الدينية. الهدف منها أمران: الأول جانب التثقيف الديني الوسطي الصحيح، كيف نتعامل مع النص الديني، كيف نفهم القرآن الكريم، كيف نفهم السنة، كيف نفهم المقاصد، كيف نخرج من دوائر الحفظ والتلقين إلى الفهم وإعمال العقل، ثم تقنيات التواصل. وبنأكد لا يمكن أن ننجر إلى أسلوب الجماعات الإرهابية في السباب والبزاءة والخروج عن اللياقة والهدم. دورنا أننا نواجه الهدم بالبناء، وده اللي الرئيس بيقول عليه التوعية وتحصين الرأي العام وتحصين ولادنا. راجل راجل الدين ده بيطلع على المنبر بيكلم قدام 3000 واحد بيخطب معاه فيهم، راجل الإعلام اللي قاعد بيتكلم ورا الميكروفون، الراجل اللي بيصور، كل الناس دي كلها لازم تحصن ولازم تبقى عارفة الحقائق إيه. هناك جماعة متربصة من أهل الشر بتحاول تجد ثغرة في كل مشروع كبير عشان تهيل على الاضطراب. إحنا عايزين نقول لهم لا، دورنا كإعلام، كرجال دين، كمسؤولين، كمحافظين، دور المجتمع كله نشرح الحقيقة للناس عشان نرفع روحهم المعنوية، يبقوا عارفين ان البلد بعد 3 سنين هتضيف